السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة التربية بخصوص مناهج حقوق الإنسان. نفت وزارة التربية وجود نية لطبع مناهج حقوق الإنسان، مؤكدة أن المادة ستدرس شفهيا ضمن الدروس الأخرى ولن تشمل بالامتحان التحريري. توضيح لهذا الفيديو، قبل فترة وزارة التربية نزلت خبر قالت راح نطبع مناهج حقوق الإنسان من الخامس ابتدائي فما فوق. اليوم نزلت على صفحتها الرسمية قالت ما راح نطبع هذا المنهج مال حقوق الإنسان، هو غير مشمول يعني بالامتحان التحريري، وإنما يدخل كمادة تعليمية، كمادة يعني شفهية، أو ترى هي حسب المدارس، كل مدرسة تريد الدرس شفهي أو تريد مدرسة، وأغلب المدارس ما تلتزم بهيجي، يعني ما دام تقول وزارة التربية ما داخل بالامتحان التحريري فأغلب المدارس ما تهتم لهذا المنهج. المهم يعني لا تديرون بال على هذا منهج حقوق الإنسان ما داخل بالامتحان التحريري، قلت لكم حسب المدارس اللي تنزله، أو إن شاء الله التوفيق.